من ساعتين تقريبا كلمني اكتر من شخص وقال لي يا متوحد يا فكرة لما باجي افتح الفيديو الخاص بيك يطلع لي رسالة خطأ والمحاولة مرة اخرى ولازم اطلع من اليوتيوب وادخل تاني علشان اتفرج على الفيديو قلت له اكيد مشكلة عندك اعمل تحديث لليوتيوب عندك لاني بدخل من عندي بلاقي فيش اي مشكلة جالي شخص تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر نفس المشكلة هنا قلت بيني وبين نفسي أكيد في خلل قلت لهم طيب هنجرب مع بعض وننزل الفيديو الجديد وبالفعل نزلت الفيديو الجديد ولما نزلت الفيديو الجديد سألتهم خمسة قالوا عندنا مشكلة وخمسة قالوا لأ ويمكن أكتر من خمسة كمان الناس اللي عندها المشكلة وانا بعمل ريفرش لقيت ان اليوتيوب بيعترف بالمشكلة ومشكلة وخطأ جديد في استوديو اليوتيوب بيوضح لمنشئ المحتوى سبب قلة المشاهدات في الساعتين الماضية يعني أنا عندي أهو في الساعتين اللي فاتوا انخفاض في المشاهدات تقريبا بمعدل 200 أو 300 مشاهدة لأن الموضوع ده ما بيحصلش عند الكل أهو مشاكل معروفة خطا في التشغيل حدث خطا اضغط المحاوله مره اخرى مرحبا يبدو ان بعضكم يواجه مشكله حدث خطا انقر للمحاوله مره اخرى كلما قام بتشغيل فيديو نحن نعمل على حل هذه المشكلة وسنقوم بتحديثكم هنا عندما يتم حل هذه المشكلة شكرا لكم على تقريركم وسعد صدركم اللي بقت واسعة على الآخر يعني احنا بقينا اه مرحبين بمشاكلكم جدا يا يوتيوب والحمد لله ثواني بس ما حدش يكلمني يعني احنا عندنا كل حاجه حلوه والدنيا زي الفل واحنا هاديين احنا هادي احنا مش مش عندنا مشاكل بتقول ايه يا باشا ساعة مين احنا خلاص بقينا جايبين اخرنا الوضع ما بقاش يستحمل منشئ المحتوى بيعاني من نقص المشاهدات ولكن دي مشكلة عند البعض حبيت اطرحها لك ولكن والله انا عارف انك متضايق يعني انا عارف انك متضايق وانا عارف انك جايب اخرك وانا حبيت اضحك معاك كده علشان ناخدها بسهولة ويستي كده طبعا كلنا بنقابل المشاكل دي وده امر طبيعي يعني انا برضو عندي انخفاض زيك اهو يعني انا عندي انخفاض زيك في الوقت ده مفروض في ارتفاع انا عندي هنا انخفاض في تنزيل فيديو وما فيش ارتفاع يبقى في مشكلة انا عندي المشكلة اللي انت بتمر بيها يبقى هنا ناخد الموضوع بسهولة وان شاء الله هتتحل وما تقلقش ودي كانت مشكلة لمدة ساعتين في سابقين وان شاء الله هيتم حلها وكل حاجة ترجع احسن من الاول شكرا للجميع يعني انا انا مش عارف اقول لك ايه غير ربنا يسعدك <applause> انا عارف ان انا مضايقك الفتره الاخيره بس مشاكل اليوتيوب والله مش مشاكل الشخصيه يعني انا مش بطرح لك مشكلتي الشخصيه لا انا بطرح لك مشاكل اليوتيوب بالله عليك ما تزعل مني يعني اديني اللايك الجميل كده قول معلش يا متوحد يعني صبرني زي ما انا بصبرك ماشي قولي معلش يا متوحد ماشي قول لي مع... قول معلش يا متوحد <تصفيق> <تصفيق> شكرا ليك